نشرت وكالة الأنباء الكويتية تقريراً سلطت فيه الضوء على المساعدات الإنسانية التي تقدمها الكويت للمتضررين والنازحين والمحتاجين في اليمن. وقالت الوكالة إن مؤسسة التواصل للتنمية الإنسانية وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذ 4 مشروعات للمياه يستفيد منها نحو 120 ألف مواطن بتمويل من جمعية الرحمة العالمية بدولة الكويت، إضافة لمشاريع المدارس التي افتتحت الأربعاء في أرخبيل سقطرى. يتركز الدعم الكويتي في مجال إعادة تأهيل البنية التحتية ومنها قطاع التعليم، إضافة لتوفير المياه الصالحة للاستخدام في مخيمات النازحين ومشاريع إنسانية أخرى.